النهاردة هنعمل ملفيه. ملفيه ما تتخضوش، هنعمله في البيت بطريقة سهلة وحلوة قوي، وكمان هنشوف تكنيك استواء اللي الناس كتير بتخاف منه، وكمان هنطلع في الاخر كده قطعة ملفيه محترمة احسن وانضف كتير، وكمان اوفر من اللي احنا بنشتريها من برا من المحلات بقد كده. يلا بينا نشوف خطواتنا. اول حاجة هنتكلم عليها هي عجينة الباف باستري. الباف باستري دي بنشتريها من السوبر ماركت، هي اساس اصلا للملفيه. طيب حد هيقول لي احنا هنعمل ايه بقى في حلقه النهارده طالما العجينه جاهزه؟ هقول لكم ان عجينه الملفيه بالذات لازم نشتريها من بره، لان هي ليها تكنيك اصلا معين، وهي يعني عامه مش غاليه، تمام؟ ده غير ان احنا اصلا ممكن نشتري الملفيه جاهز بيتباع كده في بوكسات، بتكون برده في السوبر ماركت او في الافران. فاحنا دلوقتي هنتعلم ازاي تكنيك الفرد والتسويه بتاعه الملفيه خطوه بخطوه. يلا بينا. اول حاجه في فرد العجينه والتسويه بتاعتها عشان نفردها صح لازم نستخدم ورق زبده، ومش بس هنكتفي بورق الزبده، لا كمان احنا هنرش كده رشه محترمه قوي، يعني هنحط كده رشه دقيق، وده مش هياثر على العجينه خالص، بالعكس طول ما احنا بنفرد هي هتشرب كل الدقيق اللي احنا حاطينه ده، وهتساعدنا كمان ان احنا نشيلها بسهوله. وبعدين هنحط العجينه بالشكل ده، وكمان هنرش رشة بسيطة كده على الوش عشان هي هتكون بتلزق في النشابة. ومهم جدا ان احنا نحافظ على السقوعية بتاعة العجينة دي في التلاجة، علشان لما بتسيح يعني بتبهدل الدنيا خالص. هنبتدي بقى كده نفردها بالنشابة لحد ما تدينا سمك الملفي المعروف، اللي هو حسب بقى الرغبة، انت عايزة الملفي بتاعك ان هو يكون سمكه رفيع قوي هتفضلي تفردي فيها وترققيها لحد ما يديك السمك اللي انت عايزاه. هنفردها مع بعض وهنشوف هنوصل لحد فين. دلوقتي انا فردت العجينه لحد الحجم ده، تمام، وكمان لحد السمك ده. السمك ده هو المفضل بالنسبه لي يعني، وكمان شلت الزوايد عشان احصل على شكل مستطيل، عشان نشوف هنقسمها ازاي في الاخر للشكل اللي هو القطع الملفي اللي احنا عارفينه. ده الصاج اللي احنا هنغبس فيه. هنعمل ايه؟ هنشيل كده ورقه الخبز دي بالعجينه اللي عليها وهنحطها كده بكل سهوله، وبعدين هنجيب شوكه وهنبتدي ان احنا نخرم العجينه كده خرام كتير جنب بعض، ده طبعا علشان العجينه بتاعتنا ما تقبش في الفرن وتكون عامله زي العيش، ده احنا مش عايزينه خالص. بعد ما خلصنا كل العجينه كده وخرمناها بالشوكه، هنجيب برضو اي ورقه خبز وهنحطها فوق، تمام، وبعدين هنجيب صينية نفس المقاس وهنحطها فوق العجينة كده بحيث ان هي ما تعلاش في الفرن. هندخلها بقى على فرن سخن على درجة حرارة 200 في الرف الوسطاني لحد ما لونها يتغير وتدينا كده نفس اللون بتاع الملفيه اللي احنا بنشتريه من بره. احنا بس كل اللي هنعمله بعد 10 دقايق هنلف الصينية علشان كلها تبقى نفس التسوية، وبعد كده هنطلعها. وعبال ما العجينة بتاعتنا تستوي في الفرن هنعمل ايه؟ هنعمل الكريم باستري. اول حاجة كده في حلة على النار هحط فيها مقدار اللبن، كمان هضيف نص كمية الفانيليا السايلة اللي معانا، هقلب كويس جدا الاتنين على بعض، وهسيب اللبن لحد ما يغلي او يبتدي ان هو يغلي، وبعدين هرفعه من على النار واسيبه يبرد تماما على جنب. دلوقتي بقى هنسيب اللبن يغلي على النار، وهنيجي هنا هنحط اول حاجة النشا، وكمان هنحط السكر، وبعدين هنحط كده صفار البيض، وعلى طول هنحط كمية الفانيليا الباقية. هنقلب بقى كل الحاجات دي كده مع بعض في اتجاه واحد علشان نتفادى ان يحصل اي تكتلات. خلطناهم كده كويس على بعض لحد ما اصبحوا بالقوام ده. دلوقتي بقى اللبن خلاص احنا غليناه وسبناه يبرد، هنعمل ايه؟ هنجيب كده كبشة وهناخد حاجة صغيرة قوي من اللبن، هو طبعا هو دلوقتي لسه دافي يعني ان هو ما بردش قوي، هنحط كده على الخليط. هنضرب بقى كده كمية اللبن اللي احنا حطيناها مع البيض علشان خاطر البيض ما يستويش. دلوقتي بقى هنشيل كل الحاجات اللي في البولة دي وهنحطها على اللبن، وبعدين هقلب بقى كويس جدا قبل ما اشغل عليهم النار، وبعدين هولع النار وهبتدي برضو ان انا اقلب فيها لحد ما الخليط ده يتقل. هفضل اقلب بقى كده لحد ما يتكون عندي خليط شبيه بالمهلبية كده، هو ده الكريم باستري. مع التقليب بقى المستمر دلوقتي قوام اللي هو الكريم باستري تقل بالشكل ده، وطبعا ايدينا فيها علشان نمنع اي تكتلات. لو حصل اي تكتلات معاكي هتعملي ايه؟ هترفعيه من على النار وهتستخدمي الهاند بلندر بس كده ضربتين ثلاثة علشان تفكي التكتلات دي وبس كده.
دلوقتي احنا سيبنا الكريم باستري يهدى بس 5 دقايق، وهنعمل ايه معانا دلوقتي؟ معلقتين من الزبده كده، تمام، هنضيفهم. السخونه بتاعه الكريم باستري هندوبه، هنقلب بس كده لحد ما الزبده، شايفين هي بتدوب اهي، وبكده الكريم باستري يكون جاهز معانا. هنسيبه بقى يبرد خالص علشان نستخدمه في التزيين. دلوقتي هنعمل الجليز اللي احنا هنزين بيه. اول حاجه كده هنحط السكر، ده سكر بودره، وبعدين هنحط معلقه صغيره قوي من الفانيليا علشان بس يكون ليها كده نكهه معينه. هنزود بقى كده اللبن، بس نكون حريصين جدا واحنا بنزود اللبن مع التقليب، علشان اصلا قوام الجليز بيكون تقيل، فما نتسرعش ونحط كل الكميه، لان احنا برضو هنضطر ان احنا نحط سكر بودره بعدها. فاحنا هنحط ونضرب كده، هو بس هيحتاج شوية مجهود، وكده كده اصلا الجليز مش بيحتاج اصلا كل يعني كمية اللي هي ربع كوباية لبن، مش بيحتاج كل الكمية دي. فاحنا هنحط كده ونضرب بالمضرب كده. عملنا الجليز الابيض، دلوقتي هنعمل اللي هو الجليز اللي بالكاكاو. هنعمل ايه؟ هناخد كده معلقتين من الجليز الابيض في بولة تانية، وبعدين هنحط كده معلقة صغيرة قوي من الكاكاو، وهنقلب. ولو لقينا الخليط تقل معانا هنعمل ايه؟ هنضيف نقطة لبن صغيرة، بس لو لقيناها يعني شغال عادي. دلوقتي بقى جاءت اللحظة الحاسمة، كل حاجة بقى هنحطها دلوقتي ايه فوق بعضها. معانا الجليز اللي احنا عملناه، وكمان الكريم باستري والواح الملفي. تعالوا بقى نشوف هنكون الجاتو ازاي. دلوقتي هنعمل ايه؟ عندنا كده البلانشة اللي موجودة، هنحط كده حتة صغيرة من الكريم باستري، وهنفردها كده شوية علشان نثبت عليها اول لوح هنشتغل عليه وما يفضلش رايح جاي من هنا. هنمسك كده اول لوح وهنحطه كده بالشكل ده، وهناخد من الكريم باستري وهنبتدي ان احنا نحط هنا كده. دي كده اول طبقة معانا، طبعا كمية الباستري اللي انت هتحطيها حسب الرغبة. هنوزع بقى كده، طبعا الزيادات دي كلها لسه هنسويها. وبعدين هنجيب الطبقة التانية نحطها كده بالشكل ده، نحط طبقة كريم باستري برضو، نعمل حسابنا نسيب الأطراف عشان ايه لسه هنسويها. دلوقتي بقى هنعمل نفس اللي احنا عملناه في الطبقة الأولانية، هنسويه كده بالشكل ده، وهنحط الطبقة التالتة. دلوقتي احنا حطينا الثلاث طبقات على بعض بالشكل ده، هنعمل ايه قبل ما نحط الطبقه الاخيره اللي هي الجليز؟ هنبتدي ان احنا بس نسويها بالسكينه او نصنفرها. هنصنفرها ازاي؟ بالمبشره العاديه خالص اللي هي في المطبخ. هنبتدي كده نقطع الزوايد بس بالراحه خالص واحنا بنتعامل معاها، علشان طبعا العجينه بتاعتنا رقيقه جدا، واللي بيطلع دوت هنستخدمه، هنعمل منه يعني كاس كده ونحط فيه برضو كريم باستري، والاطفال بيحبوا قوي الفتافيت دي. اخر حاجه بقى هنعملها هنزين الطبقه الاخيره، هنحط كده الجليز على الطبقه الاخيره بالشكل ده، بعدين هنبتدي كده نوزع الجليز على الطبقه اللي فوق كده بالراحه. دلوقتي بقى هنعمل كده خطوط رفيعه قوي من الجليز بتاع الشوكولاته اللي احنا عملناه، نعملها ناخدها كده بزاويه. اخر حاجه بقى هنعملها هنجيب خله اسنان وهنبتدي ان احنا نعمل خطوط كده. دلوقتي احنا هنعمل الخطوط ازاي؟ احنا واخدين الخطوط كده بالجنب ده، فهنعملها عكس اللي احنا عملناه، هنعمل خط رايح وخط جاي علشان يدينا الشكل المطلوب. ده كده شكل الملفيه بعد ما قطعناه، شكله حلو قوي. ان شاء الله تجربوا الوصفه وتعجبكم، استنوني فيديوهات تانية، مع السلامه. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفه.com.